تهمتك؟ مخدرات سيدي. أحمد، شو وقت بديت التاجر بالمواد المخدرة؟ سيدي تاجرت عن طريق إبراهيم، توي إبراهيم الأعرج، شيت ناقل، ناقل بالتكتك مالتي، ترى هو يعني يبيع بالتكتك، بعدين القوى القبض على إبراهيم برمضان، وراها اتصل علي المدعو من محافظة ميسان بالعزيار، عرض علي اشتغله يا سيدي، وافقت، دز لي 3/4. نعم، 3/4 شنو؟ كريستال، صرفتهن نفس اليوم سيدي. وراها سيدي حوالي اسبوع دز لي 5 كيالو، 2 حشيش و3 كريستال، صرفناها انا ومدعي علي الكردي متهم وياي موقوف. تعرفت على احمد؟ قال لي ترك علي غلط تعال اشتغل وياي. اشتغلت وياه قمت انقل له كريستال. انه سيدي جاب وجبه من الكريستال 5 كيلوات، خلال اسبوعين تقريبا مشيت الهيا. بعدين دز لي 8 كيالو، 3.5 3 حشيش و5 كيالو كريستال، و4000 حبايه و6000 حبايه ما اذكر يعني بالضبط. شو انت من القابض عليك؟ خابرني احد تجار المخدرات سيدي، قال لي اريد كميه من الكريستال، جبت له قال لي اريد ربع كريستال كيلو حشيشه و2000 حبايه مخدره و0.1. خابرت على احمد قال لي تعال خذهن وجيب فلوسهن، اخذتهن رحت اعطيهن للتاجر الكريستال وتم القاء القبض عليه. شلون تم القاء القبض عليه؟ سيدي القاء القبض عليه بالسوق، جاي اصلح بالدراجه مالتي، حققوا وياي اخذتهم البيت مالتنا سيدي، ضبطوا بحوستي 6.5 كيالو و4000 حبايه. 6.5 كيلوات شنو؟ 3.5 حشيش و3 كريستال. منو القى القبض عليك؟ جهاز الامن الوطني سيدي.